بعض الناس وانت من الناس اللي عاشق للاهلي وبتحب الزمالك زي ما بتقول وتحترم جمهور الزمالك زينا يعني، ناس كتير بتقعد تقول لو قارنت بين هدفين قفشه في القضيه ولا ناصر منسي في السوبر؟ قفشه في القضيه طبعا. طبعا الجون ده يعني الواحد ما قدرش ينساه الجون ده، طبعا جون ناصر مبسوط له جدا وربنا يكرمه وكل حاجه، بس الجون ده في حته ثانيه يا كابتن. الجون ده ممكن يكون اغلى من جون كابتن ابو تريكه في ماتش الصفاقسي. فده غير بصراحه. طب هو ولا جون منعم في الوداد؟ برضه جون منعم ده جون غالي طبعا. الاثنين يا كابتن، بس انا بشوف يا كابتن عشان ما اظلمش اي حد، جون قفشه ده شايفه في حته ثانيه. كان ماتش ليه طعم وكان فيه جماهير كتير، وماتش كان تحسه يا كابتن يعني انا بشوف ماتشات الاهلي والزمالك من احسن الماتشات في العالم. طب ما السوبر افريقي كان اهلي وزمالك، ده جمهور الزمالك بعد هدف ناصر الناس ما كانتش مصدقه في الاستاد، يعني انا كنت في الاستاد توقيت صعب والناس خايفه الماتش يهرب. بس انا شايف يا كابتن التوقيت ده بتاع ماتش بتاع جون قفشه، شايفه ان الاهلي كان الظروف ما كانتش احسن حاجه، وكان في كلام عن لعيبه هتمشي ولعيبه هتقعد، وفي كان ساعتها كان ماسك انت عارف ان جون قفشه كان ما فيش جمهور في الاستاد. بس ده انا كنت قاعد، انا كنت ساعتها في الاتحاد يا كابتن. الناس طلعت فوق بعضيها. كنت بتفرج على الماتش، الناس طلعت فوق بعضيها من الجون. فانا بشوف الجون ده الاغلى في تاريخ قفشه مشهور دايما بالتوقيتات دي، يعني في ماتشات كتيرة نفس الهدف نفس الطريقة. وجاب برضه جون في ماتش بيراميدز برضه. قفشه بصراحة بيجيب جوان حاسمة الأهلي بصراحة. أنت بتحبه عمار؟ طبعا بلد وراجل ما بيسيبش حد، هو لسه مكلمني والله قبل ما أجي هنا. هو أقرب واحد ليك في الفرقة؟ كلهم يا كابتن، قفشه وإمام وكهربا كلهم، مش عايز أنسى حد، وأكرم كلهم. بتتكلموا على طول؟ بتتواصل معاهم على طول؟ هو امام واعتبره قفشه لان بشوفهم على طول في مدينه نصر، فاعتبره دوت من اقرب الناس لي. طبعا منعم قبل ما يمشي. منعم بيكلمني طول الوقت على طول يعني. كنت تحب ان منعم يكمل ولا كنت نفسك انه يمشي؟ طبعا خطوه كويسه ليه طبعا، ونادي الاهلي بيضيف لاي حد، بس طبعا هو شايف ان هو الاحتراف لي دي حاجه يعني حلم لاي لعيب. فطبعا منعم ربنا يكرمه ان شاء الله يفضل بره كده، وربنا يكرمه ان شاء الله. قعدت مشوار معاك كتير انت في المنتخب الاولمبي. منعم، لا منعم اخويا كابتن، منعم معايا من زمان. مين اللعيب اللي كان معاك في الاولمبي وكسر الدنيا، ومين اللعيب اللي انت استنيت ان هو يكسر الدنيا وما قدمش حاجه؟ اللي كان معايا على طول كان عبد الرحمن مجدي. ده اللي كان معايا على طول يعني. عبد الرحمن مجدي كنا انا وهو على طول مع بعض في الاوضه. حاسس ان عبد الرحمن قدم يعني اللي انتوا كنتوا بتحلموا بيه او اللي هو كان بيحلم بيه ساعتها في البطوله بتاعت الاولمبياد؟ لا بعد كده. انا شايف ان هو ماشي كويس يا كابتن. ماشي كويس مع الاسماعيلي، ممكن يكون ما فيش عناصر كتير خبره في فريق الاسماعيلي، لكن عبد الرحمن كان شايل الفرقه مع الله يرحمه طبعا كابتن ايهاب. فانا شايف عبد الرحمن كان عامل موسم كويس، وانا ببارك له على ان هو راح بيراميدز، نادي كبير وفريق مميز جدا. منعم كنت تتوقع ان هو يروح للمسافه دي مع النادي الاهلي؟ ولسه يا كابتن، لسه منعم لسه عنده اكتر. يا لسه ان شاء الله منعم اشوفه في الدوري الانجليزي ان شاء الله. منعم منعم ما شاء الله لعيب كبير قوي ما شاء الله جدا يا كابتن. ما شاء الله منعم وحش ما شاء الله، ربنا يبعد عنه الاصابات يعني. مين في الزمالك من وجهه نظرك ان لو فاق الزمالك؟ الزمالك بشوف دلوقتي الكويسين. وزيزو طبعا. بشوف زيزو طبعا. كلهم لعيبه مميزه طبعا، وطبعا كابتن عبد الله السعيد. عبد الله السعيد عامل حاله. بحبه جدا كابتن عبد الله السعيد، بحبه قوي، فربنا يكرمه ويا ريت يعني نوصل حتى نفس سنه نلعب في نادي كبير زي نادي الزمالك او الاهلي. لسه قدامك مشوار طويل انت توصل لعبد الله، يعني مشوار ما شاء الله في السن محافظ على نفسه، بيصغر محافظ على اكله، محافظ على سيستمه، محافظ على كل حاجه، ربنا يديله الصحه يعني. طبعا يا كابتن ربنا يبعد عن الاصابات، بشوفه اسطوره هو وكابتن شيكابالا طبعا.